الشيء اللي وقع اخويا راه كاطريام ايطاج راه مع الربعه باش طاحت. حنا كنا واقفين حدا جبدنا واحد من الدوزيام وباقي الروسورسي وهي كاطريام. يعني انا ما غيكونش واحد هاي يديا كي دايرين هما دازوا بالدم كاع كنحفروا عليه وباقى الوقايه كتقلب على هاد الناس اللي كاينين في الروسورس. جبدنا واحد اللي جبدناه جبدناه ما حنا اللي ولاد الدرب راه ما جبدوهمش الوقايه الوقايه الله جاو هما راه دابا كيقلبوا على الناس اللي تحت في الروسورسي اللي جبدناه راه من الدوزيام. الدار عامره الدار راه كاطريام ما غيمكنش يكون فيها واحد. هذا هو المشكل وكنتمنوا المسؤولين الله يجازيهم بخير يشوفوا من حالنا. المشكل عندي من نهار الاول طاحوا الديور انا كنسكن هنا مع الدوره مع الدخله ديال الدرب الديور اللي طاحوا تحل الباب تليسك بانوا الناس طاحوا نقلبوا عتقنا عباد الله ثلاثه الناس جوج عيالات وبنتهم. داز سالك جابوا التراكس طيحوا الديور اللي كانوا دايرين خاوين داك التراكس اللي داك السبب هذا. هاي دار اخرى عاوتاني كاطريام طاحت جبدنا منها واحد دابا ما عرفناش باقي فيها بنادم ولا مابقاش فيها بنادم. المشكل عندي انا كيفاش كنطلع وكيفاش كندخل هالبيت عندي شو كيدير انت ما دار معايا حتى شي حل هاد الناس هادو انا عايش انا وبنتي هنا حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.